ازيكم عاملين ايه؟ انا دينا عبد الوهاب ميك اب ارتست. النهارده هقول لك طريقه سهله جدا عشان تركبي الرموش لنفسك في البيت. اهم حاجه في الرموش انها تكون شعر طبيعي مش صناعي، عشان الشعر الصناعي ده هيضايقك جدا في عينك، وكمان بيبقى فيها لمعه مش حلوه، بتبان ان هي فيك قوي. فدلوقتي هنتعلم ازاي نركبها. اول حاجه لازم نقيس الرموش على عينينا الاول، نشوفها عايزه تتقص ولا كويسه. افتحي كده، هي هنا عايزه تتقص شويه. هنقصها ازاي؟ اهم حاجه نقص الطرف الاولاني، ده بيبقى اصلا هو مفهوش شعرايه خالص، مش هنيجي جنب الشعر خالص علشان ما نبوظش الشيب بتاع اللاشز من قدام. القص بتاعنا كله هيبقى من الحته اللي ورا دي. هنقص كده، ده كده على قد عينيها. بعد ما قصينا الرموش هنجيب اي ايلاينر عندك او اي جل او اي كحل، هنبتدي ندي اللاين بتاع اللاشز في الجزء اللي فوق ده وجوه عينيها من فوق، تمام. واللاين مش لازم يبقى مظبوط خالص، لانه اصلا ده اللي هيتحط عليه اللاشز، هو مش هيبقى باين. اهم حاجة جوه الرمش تعمليه بالجل علشان لما تحطي اللاشز ما يبانش الخط الابيض ده، تبان ان هي رموشك الطبيعيه. مش عايزه يبقى في فرق بين رموشك وبين الرمش اللي احنا بنحطه. وهبدا بقى اجيب اي شادو اسود عندك، او بني غامق زي ده كده، او اسود زي ده كده، وهتاخدي منه حبه صغيرين وتخففي في ايدك زي ما اتفقنا. وهبتدي ان انا ادمج اللاين بتاع اللاينر اللي انا عملته. زي ما قلتلكم مش لازم يبقى اللاين واضح ومظبوط، لاني كده كده بدمجه بشادو خفيف، فهدمجه مظبوط جدا. ده اللي هيتحط عليه الرموش. ليه بعمل كده؟ علشان مخليش في فرق بين الرمش بتاعها، الرموش بتاعتها، والرموش اللي انا هركبها بالشكل ده. وهجيب حاجة كده واخفف شوية اللون علشان ما يطبعش على عينيها من فوق. اهم حاجة قبل ما نركب اللاشز لازم نعمل عينينا بالمسكرة. هصرح رموشها كده بالمسكرة. واهم حاجة واحنا بنحط المسكرة، هي المسكرة كلها البرودكت كله بيبقى قدام، فاحنا لازم نحط البرودكت كده على الرمش وبعد كده نصرحه بالشكل دوت. اهم حاجة لما نيجي نركب الرموش ما نعملش الحركة دي ابدا. لو انت حد لسه مبتدئ، لسه مش متعود، ما ينفعش تعملي باللزق كده على الرموش، علشان اللزق كله هيطلع على الرموش وهيبهدل الرموش بتاعتك. فهنعمل ايه؟ تعمليها على ايدك، ممكن تعملي على ايدك نقطة. هنطلع نقطة صغيرة جدا بالشكل دوت، وبعدين هنجيب مقص اي حاجه عندك تحطيها. تحطي بس انا عايزه احط الجلو في اللاشز، وهحطه بالشكل دوت. وبحط حاجه خفيفه جدا، بس بكتر شويه في الاطراف. ليه بكتر في الاطراف؟ لان دايما لو انت دمعتي الجلو ممكن يفك، فاحنا لازم نحط شوية الأطراف أكتر. وهنسيب اللاشز تنشف لمدة 30 ثانية مثلا، ولحد ما تنشف تخلي اللاشز دايما لتحت كده علشان الجلو ما يطلعش على اللاشز ويبهدلها لك لما تيجي تركبيها. لا، خلي اللاشز كده لحد ما الجلو ينشف، وعلى ما ينشف تفضلي تعملي باللاشز كده علشان تاخد شكل عينك وتبقى سهلة لما تيجي تركبيها. وهبتدي أمسك الرموش من النص كده واحطها في نص العين، في نص العين، وبعد كده هلزق لورا وبعد كده قدام. ومحدش يركب الرموش وهو مغمض خالص، لان رموشك اللي تحت هتلزق في رموشك اللي فوق، فلازم تبقي باصه فاتحه كده عينيكي. بعد ما ركبت الرموش هاخد لون اللي انا خدته في الاول
زي ما انت عاوزه، عاوزه تاخديه اسود، عاوز تاخديه بني، براحتك، وهخفف جدا على ايدي بالشكل ده، وهمشي تاني فوق عينيها علشان لون الجلو بس ايه ما يبانش. وبعد كده هعمل تاني بالمسكرة علشان ادخل بس رموشها جوه الرموش اللي انا ركبتها عشان بس تبان ناتشرال جدا. واهم حاجة زي ما قلنا لازم الرموش تكون شعر طبيعي علشان ما تضايقكيش في عينك وما يبقاش فيها اللمعة الفيك دي، عشان مش بتبقى حلوة خالص. ويارب تكونوا استفدتوا النهاردة، ولو في اي استفسار سيبوهولي في الكومنتس وانا هرد عليكم.